بالجانب الرياضي أي حق يسمح فيها لدخول المرأة في هذا مو حق، هذه إهانة. المرأة بمجرد أنها تدخل ملعب كرة قدم كجمهور هذه إهانة للمرأة وليس حق. تسألني لماذا كيف إهانة؟ إهانة لأنه ملاعبنا الآن في مدرجاتها يمارس فيها هدر لكرامة الإنسان، غير صالحة للاستخدام الآدمي للرجال الذين جبلوا على الشدة والقوة والجلد ومع ذلك لا يستطيعون تحمل ما يحدث في الملاعب، حتى أصبح لدينا عزوف عام من الشباب عن حضور مباريات كرة القدم بسبب ما البيروقراطية أو الأجواء البيئة غير النظيفة وغير الصحية الموجودة في ملاعب كرة القدم. يعني لو أردنا التفصيل فيها سنأخذ مساحات كبيرة جدا من الوقت ومن الجهد حتى. لا وصلت المسألة الأولى. نعم. بس باختصار يعني ملاعب كرة القدم الآن أي شاب يفكر أن يحضر مباراة بالذات المباريات القوية والحماسية والمثيرة والحساسة يستدعي على ذلك أنه يخرج من البيت قبل الرابع عصر. الملاعب كرة القدم تفتح عندنا 4 عصر، وإذا أراد الرجوع لن يستطيع الرجوع قبل 12 في الليل. فأي وقت تمتلكه المرأة أو العائلة للخروج في هذا الوقت، إضافة إلى ما يعاريهن أو ما يعارض من مضايقات كبيرة جدا. الآن في الآلية الدخول الملاعب لا يوجد لدينا تذاكر إلكترونية بالطريقة السليمة، لا يوجد لدينا بوابات إلكترونية، سيقف الجميع أمام بوابات نقاط تفتيش كبيرة جدا وطويلة جدا يعاني منها الشباب معاناة كبيرة جدا. لو سمحنا هل ستسمح للنساء بدخول؟ هنفتح على أنفسنا باب ليس له مغلاق نهائيا. العمليات التفتيش هل سنضطر أن نفتح جهة رسمية أمنية نسائية حتى تفتش على العائلات في دخولهن؟ ثم ستتولد لدينا ظواهر كثيرة جدا، منها واحد قضايا الانتحال، ممكن قد يكون شاب يلبس أو شباب يلبسون ملابس نسائية ويدخلون ما في أي عملية تفتيش أو ضبط. بعد الدخول والدلوف إلى الملعب لا يوجد أي تقدير لشخصية الإنسان، لا من حيث الخدمات المقدمة، لا من حيث أكرمكم الله الحاجات الضرورية للإنسان حتى في دخول دورات المياه، لا من حيث الوقت الذي يقطع. يعني احنا نمتلك بيئة ملاعب سيئة جدا، فكيف يعني مجرد ان نفكر ان نضيف على انفسنا ثقل اخر وحمل اخر، احنا ما استطعنا ان نهيئ هذه البيئة للشباب، فكيف نستطيع انه نزيد الحمل وندخل النساء او ندخل العوائل؟ استاذ فهد ربما يعني اعطيت بعض المبررات وسنستكمل هذه المبررات معك، ولكن دعني اعود للدكتور مدني رحيمي واسال الرجل يعني فجرها، قال مجرد حضورها اهانه كبيره للمراه يعني وهدر لكرامه الانسان في هذه الملاعب. يعني استاذ فهد قال كلام او مبررات تعتقد تعتبرها في الحقيقه هي شيء واقع كما تقول الملاعب السعوديه. نعم. يعني معناه وكأنه يقول لو تحسنت أو تصلحت هذه الأوضاع معناه ممكن تخش المرأة. نعم. إذا ملخص أو تحليل لهذه النقاط، لما أنت بكرة الملاعب اللي مبنية السادة الملك عبد الله. نعم. الأستاذ الملك عبد الله الفيصل لما يدي السادات اللي تبني أو تحسين الملاعب الرياضية معناه أنه كل الأمور اللي بيقولها أنه تصير فيها اشياء. نعم. كثير غلط. لا هو يعني تجاوز موضوع الجانب الديني، قال لا لا مو ديني، احنا بنقول هو يتكلم عن وضع الملاعب السعوديه. طيب انه حتى الرجل بيعاني من هذا، ما حد كلنا نعاني من هذا الوضع للملاعب السعوديه او تحسين الوضع. انت موافق انه وضع ملاعبنا سيء؟ ما قلت لك لا، لانه استاذ فهد قال كلام بقول لك انا بقول الان كأنه الآن غير مسموح لهم، كأن يقول الآن لا، لأنه الوضع الحالي للملاعب. نعم. لا يشجع هذه. نعم. نتناقش عليها. أوكي نعم، نحن نقول نحن بنشوف الفكرة كأساس. نعم. إن تقبل أو لا تقبل. أي. أمام إنه أوكي الملاعب تحسين. نعم. يعني الإنسان ما أنا ما بعاني كمواطن من الملعب، أنا من الشارع المكسر بعاني. نعم. أنا بعاني من المويه لما تنقطع 3 أو 4 أسابيع في بيتي. نعم. أنا بعاني من أشياء كثيرة. نعم. لكن هذا لا يمنعني إني ما أقدر أعيش في السعودية. أي. ها؟ لكن أنا نفس الطريقة بقول أنا في أمور وأنا معه
في الملاعب السعودية إنما هي متجهزة على الأمور. حكاية التفتيش وما التفتيش زي أي مرأة بتسافر بتتفتش في لها إجازة. أيضا أنت بتعمل يعني خدمات جديدة أو توظيف للبطالة الموجودة في السعودية سواء للرجال أو الحريم. نعم. وهو اللي أنت بتصرف عليهم كدولة تعليم مليارات. أي. وبعدين عشان تقول لهم أجلسوا في بيوتكم؟ لا يا حبيبي، إذا ما تقدر تستطيع توظف هذه الكوادر بالذات بنتكلم على النساء. نعم. المرأة المطلقة، المرأة اللي ما مات أبوها وما عندها عائل بتحاول تبحث عن عمل. نعم. فلو في إطار الدولة اللي هي بتعمله الآن، إذا كان في وزارة الداخلية، في الجمارك، في الدفاع، كلهم عندهم عناصر سيدات بيشتغلوا. طيب. تحتاج، إذا أنا أيضا أقدر أحتاج لي زي ما قال سيد فهد الروقي انه تفتيش السيدات.